شيخ الكريم، ما زلنا نتحدث عن الذين يتكلمون أو ينقضون الحديث النبوي بعقولهم مما جعلهم ينكرون أحاديث صحيحة في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل في البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، وبالتالي أنكروا أحاديث مثل حديث عذاب القبر ونعيمه وهكذا. ونعتذر للمشاهدين والمشاهدات عن التأخير لظرف خارج عن إرادتنا. نعم يا دكتور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نعم، نحن رأينا بالأمس أن قبيلا من الناس أعملوا عقولهم في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فردوا بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يلتفتوا أو لم ينظروا إلى أن هذه الأحاديث أجمعت عليها الأمة، أجمعت الأمة على صحتها، والعلماء خرجوا معانيها، لم يلتفتوا إلى كل ذلك، وإنما جعلوا عقولهم هي المقياس في رفض وقبول هذا الحديث. وهذا الأمر من الخطورة بمكان، لأن معنى ذلك أنه الإنسان يضع عقله حاكما على الوحي، فيقول هذه أحاديث، وكما قلنا بالأمس هؤلاء بشر وهم يخطئون كما يخطئ جميع البشر. نعم، نحن نقول إن البشر ليس هناك عصمة إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن إجماع أهل العلم، أهل العلم المتمرسون في الحديث على مدى هذه القرون الطويلة، أجمعوا على صحة ما في البخاري وما في مسلم. هل كل هذه العقول قاصرة؟ يعني لا يوجد عقل بين علماء المسلمين الأبزاز وصل إلى ما وصلت أنت إليه أيها المتأخر؟ نحن لا ننكر على المتأخرين أن يجدوا يقفوا على أشياء لم يقف عليها المتقدمون، لا ننكر، لكن نقول أن تأتي فيما أجمع عليه العلماء قاطبة وتطعن فيه وتبين أن هناك أن كل هؤلاء عقولهم قاصرة. يعني لو أنت فقط قبل أن تطعن في هؤلاء، أنا أدعوك فقط بأن تجلس جلسة، يعني اقرأ أي كتب في العلماء الحديث، اقرأ في كتب الجرح والتعديل، اقرأ في كتب العلل، لترى نوع عقليات هؤلاء البشر. هؤلاء من أذكياء العالم، فهل يفوتهم ما يعني ما يأتيك أنت الآن وتقول يعني نعم ترك المتقدم للمتأخر؟ نعم، يترك المتقدم للمتأخر، ولا حجر ولا حكر على الاجتهاد، والاجتهاد يكون في كل زمان، لكن لا تأتي فيما أجمع عليه علماء الأمة، يعني مئات بل آلاف العلماء يجمعون على ذلك، وأنت الآن تنظر وتقول أصل المسألة دي عقلي يرفضها، عقلي يقبلها. فمن المعروف عند أهل العلم وعند العقلاء أنه لابد عند وجود حكم أن يكون هذا الحكم معياري، بمعنى أنا أستطيع أن أرجع إليه وأنت تستطيع أن ترجع إليه، دون أن يعني دون أن تقول المسألة ليست معيارية. لابد أن يكون المقياس معياري، لابد أن يكون هناك ميزان. فما الميزان في العقل؟ أنت عقلك يرفض وأنا عقلي يقبل، وعقل الثالث يرفض وعقل الرابع يقبل، فبهذا ضيعنا الكثير من الدين. فأرى أن ذلك هو نوع من النرجسية، يعني أنه إنسان يرى نفسه ويرى عقله كأنه فوق عقول الجميع، والأمر ليس هكذا، إنما العلم لبنات. يا أستاذ أحمد، ده النبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه وهو خير خلق الله وخير عقول البشرية قال إنما أنا لبنة في بناء عليه الصلاة والسلام، ولبنة في بناء عليه الصلاة والسلام. فالعلم من المعروف من قواعد العلم أنه لبنة فوق لبنة، لكن أن تهدم كل البناء وتقول أنا عقلي يرى ذلك، فهذا ليس من العلم في شيء.